اعتمدت الحكومة السويسرية خطة ترمي لخفض هدر الطعام إلى النصف بحلول 2030 مقارنة بالمعدل المسجل في 2017. ووفق بيان صادر عن وزارة البيئة، فإن خطة الحكومة تتضمن تمديد العمر الافتراضي للمنتجات وتحسين عملية التعبئة والتغليف، وكذلك التخطيط المحسوب للزراعة ورفع مقدار التبرعات الغذائية المقدمة إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. نبه البيان إلى أن ثلث المواد الغذائية المنتجة للمستهلكين يتم هدرها أو رميها في القمامة دون وجود مبرر حقيقي لذلك. يعني ربما خطوة جيدة إنه من دولة هيك، لأنه قد إيه بنشوف طعام مهدور. وأنا رح أسألك هيك سؤال، نشوف بتعرفي قد إيه نسبة الطعام المهدور وبالسنة وحتى للفرد الواحد في العالم؟ يس. لا أعتقد إنه هذا الشيء بيختلف من بلد إلى الثاني ومن شخص إلى آخر، وهذا أثبتته الدراسات هنا دي. طيب مثلا إذا أنت عم تحكي لي من العالم وهيك، وأنا بدي أجيب لك أرقام. مثلا إذا حكينا الإمارات، و بتشير إنه كل شخص بيهدر سنوياً 224 كيلوغرام من الطعام. يعني تخيل مثلاً هذا للفرد 224 كيلوغرام، إحنا بالشهر الفضيل استوعب ما بالك كل العالم وكل البشرية قد ما نهدر. هذا سنوي، هذا يومياً. لكن أعتقد في شهر رمضان يرتفع العدد كثير نادر. يعني تقريبا مثلا بيقولوا لك، ما بعرف اذا المعلومه دقيقه، بس بحكوا انه 25% اذا ما قارنا باقي اشهر السنه مثلا في العالم. وان شاء الله تكون هاي المعلومه صحيحه، بس انا متاكده على كل الارقام من صحيفه الخليج تايمز. صح.